في رأيك ايه وجه العظمة فيه؟ العظمة في كل حاجة فيه. الوجه وجه العظمة فيه في الماشية والطريقة والبصة وبيهتز من ايه؟ ما يهتزش من حاجة ابدا. يعني واحنا ماشيين في الغابة فنلاقي اسود قال لي سعد المدرب بتاعه بيقول لي انه لما يبقى الاسد واكل ومبسوط ما يفترس حد. ايوه ده صحيح، ده كلام مظبوط. يعني انا لو طلعت ايدي هنا، لو دخلت ايدي دلوقتي، لا 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 ما مش حاجه يمكن يدوقها كده على سبيل الدوقان. علشان يدوق بس بعدين هياكل ايه. بس انا عند اقترابه مني هكون انا كمان رحت. لا طبعا عارف، انا متاكد هكون اتكلت طبعا. انا وانت انا وانت. لكن انا متهيئ استاذ فؤاد حاجه مهمه. هل هو حيوان ذكي؟ يعني يقال ان الكلب بيعرف طبعا صاحبه. انا بتصور انه هذا الاسد بيعرف سعد المدرب بتاعه. طبعا. هل حضرتك من التردد على هذه الجنينه؟ انت تعرف حسن ده؟ انا لا، انا سمعت اسمه بس دلوقتي. يعني ما تشرفتش بمعرفته؟ لا لا لسه اول مره اتشرف بيه النهارده. طيب هل هو حيوان ذكي الاسد؟ والله انا مش عارف. يعني متهيالي انه ايه، متوسط الذكاء. انا بعتقد ان حضرتك يمكن الحاجه الاساسيه فيه اللي انت عجبك مش الذكاء، انت عجبك القوه. مش القوه لا. الزهو والكبرياء والالاطه بالمعنى. انت بتقول لي لما كنت في الغابات في اوغندا كنت قبل ما توصل بميل صمت الوردن اللي قدامنا المرافق يقول لنا ايه، اسكت، يعمل لنا خلاص. انت قلت عباره عظيمه قوي. قلت الاسد هناك وهبته معاه. يعني هبته تسبقه. الهيبه حلو. بتاعته حلو. نخرس خالص ما نتكلمش لغايه ما نروح نشوفه. هو حركته دلوقتي يا استاذ فؤاد حركه ايه؟ قلق ولا ايه؟ يعني هو بيقول ايه؟ مين الاولاد اللي بره دول؟ انا مش قادر افهم. يعني هم رزوني ليه النهارده بناس مانيش قادر. لا شكله. الفرق بينه وبين اسد السيرك؟ لا اسد السيرك متهيألي حاجه ثانيه يعني. يعني حاجه ثانيه له. يعني ده اسد ملوش علاقه بالشهره؟ لا لا لا، مش حاسس هو ان في تصوير ولا اي لا اي حاجه. ده من الشعب يعني. ده من الشعب يعني اسد كده. اسد على باب الله. على باب الله. انما يعني انت حبك في الاسود. أيوة. هل لي سبب في طفولتك؟ يعني انا كنت احب الاسد. طيب انا هقول لك على حاجه حكتها لي السيده فضيله توفيق. ايه قول. ها الاذاعيه المعروفه بتقول ان حضرتك مره قلت انك انت دخلت حمام عند حد لقيت اسد جريت فضل يجري وراك لغايه ميدان الاوبرا. لا 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 لا. السيده فضيله توفيق بتقول ان الاستاذ فؤاد المهندس بيتمتع بخيال واسع. لا 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 لا. ايه الحقيقه بالظبط؟ لا لا، الحقيقه ان انا دخلت حمام علشان يعني اقضي حاجه. نعم. فلقيت اسد جوه. لا ده حقيقه يعني. دي حقيقه. دي حقيقه. ده بيت مين ده؟ ده في بيت السيده سميحه توفيق. الممثله اللي كان ابوها اللي هو بتاع سيرك الحلو. اللي هو الاصلي. فكانوا بيجيبوا الحيوانات اللي مش نافعه في السيرك يودوها البيت عندهم في الدقي. في الفيلا. لغايه ما تيجي عربيه جنينه حيوانات تاخدها. فانا تصادف ان احنا بنعمل بروفا عندها في البيت في هذا اليوم، فحبيت اخش الحمام فكان في اسد في الحمام، فدخلت الحمام. وبعدين ممكن تتصور حصل ايه؟ حصل ايه؟ كلي. طب ايه حكايه بقى جنينه لغايه ميدان الاوبرا دي؟ لا ما فيش ميدان الاوبرا. انت جريت بقى؟ لا انا ما جريتش. انا طبعا الحاجه طبعا نزلت في اي مكان. يعني ممكن نقول يعني جاي يقضي حاجه في الحمام. نزلت الحاجه في اي حته في اي مكان يعني. وخرجت من الحمام وانا يعني في حاله يعني. تتمنى يبقى عندك اسد في البيت؟ كان عندي اسد في البيت لمده 3 اسابيع. حاجات غريبه قوي. امال طبعا. ايه استاذ فؤاد ده؟ ليه ربيت اسد صغنن كده لمده 3 اسابيع. بس هو كان يعني ما يقدرش يعيش في الاماكن اللي احنا نعيش فيها، في الرفاهيه. دي لا مش ممكن. فوديته بقى السيرك وتخلصت منه يعني. راح السيرك. راح السيرك يعني بقى مشهور؟ لا ما نفعش. ليه؟